انظر فترى الناس يضطربون اضطراب موج البحر في عالم صار مكشوفا ومفتوحا على بعضه، شعوب ترقب معجزة وفنون تلتهم ما بقي من حياء، ومدن جديدة وحقائق فريدة، وغريبو أطوار ما اكتفوا ببث فتنة وتضخيمها أو نشر سخافة وإذكائها، بل قالوا بأخلاق الأمم وتحدثوا بصميم الأمور، حتى العلماء لم يسلموا منهم. لكن الحال يقول قد يشفع العلم الشريف لأهله ويحل مبغضهم بدار بواري. هل يستوي العلماء والجهال في فضل أم الظلماء كالأنوار؟ ويذكر مذكر أنه تبارك من وعد أنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أهلا بكم.